السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صاحب السعادة. حلقة النهاردة مشاهدينا يعني حلقة نوعية ومختلفة ومميزة، خصوصا في أول جمعة من شهر رمضان المبارك. الحقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم أنه يرزق الجميع الخير والبركة والسعادة والأمل والراحة والطمأنينة والقبول. أسأل مولى عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. حقيقة مشاهدين النهاردة في هذا الشهر العظيم يعني هنتكلم عن موضوع يهمنا كلنا، مش المرضى بس، الأصحاء كمان. هنتكلم النهاردة مع ضيف حلقتي المميز أستاذ الأساتذة أستاذ دكتور عبد الله مصطفى كمال، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة المنوفية. برحب بحضرتك دكتور عبد الله، أهلا بيك. أهلا وسهلا، وحشتنا جدا دكتور عبد الله، كل سنة وأنت طيب. صح. النهاردة بنقدم الحلقة دي علشان خاطر بقى مرضى الضغط الدم المرتفع والسكر في رمضان بقى، يعني أنا شايفها إنها مهمة قوي في أول حلقة لينا في رمضان. عايز أسأل حضرتك كده سريعا، مريض الضغط ومريض السكر ممكن تقول له إيه بقى كنصايح، مثلا يعمل ايه او موقفه ايه في حاله الصيام وفي شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبحيي الاستاذ مصطفى السعيد والساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. طبعا في شهر رمضان طبعا يعني موضوع الصيام ده موضوع مهم جدا، بالذات للناس اللي عندهم امراض القلب، يعني ده موضوع كبير قوي. أي. ويعني هنحاول في الحلقه ان احنا نقول جزء يعني منه، ولو ما قدرناش هنكمل فهنكمل طبعا في حلقه ثانيه. طبعا طبعا طبعا. انا عايز اقول حاجه مهمه، يعني احنا هنرتبهم، يعني مريض قلب نوع من انواع المرضى، عاملين عمليات، في قواعد عامه تبقى معروفه بالنسبه لحكايه الصيام. اولا مرضى القلب اللي عملوا عمليات جراحيه، ايوه ده مهم قوي، لتغيير شرايين او لتغيير صمامات، او مرضى القلب اللي كان عندهم جلطات وركبوا دعامات في القلب او دعامات في الرجول او في الرجل، يعني في الساقين يعني، او اي نوع من انواع الدعامات، يعني عمليه حصلت في القلب سواء كانت عمليه جراحيه او عمليه عن طريق القسطره. هذا العام او هذه السنه اللي اتعمل فيها العمليه ليس لهم صيام. ليس لهم صيام. حكى دكتور قلبي بتنصحه ما يصومش. ليس لهم صيام. ليه؟ أنا النهاردة الناس اللي ركبوا دعامات دول أنا بديهم إقراص مهمة جدا لمدة 6 شهور أو سنة، حتى مهمة جدا، عشان نعمل سيولة عشان تمنع تجلطات داخل الدعامات. كويس. طب ازاي عيان هيبقى يقعد 14 15 ساعه صايم وما ياخدش السوائل؟ طب ما دي هتزود اللزوجه بتاعه الدم. طب ما هيقول لك يا دكتور انا هصوم وهاخد العلاج في السحور عشان السيوله. لا، ما احنا بنتكلم على فتره الصيام. تمام. إن انا هقعد 14 ساعه او 15 ساعه من غير سوائل تماما، لا اكل ولا شرب. تمام. يبقى دي طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا للناس دهيت، وده بيحصل ساعات وفعلا ما بيسمعش الكلام، وبتحصل ان الدعامات بتتجلط تاني وبتقفل. مشكله. تعال للراجل اللي مركب او المجموعه اللي مركبه صمامات عاديه، صمامات تغيير صمام مترالي، تغيير صمام اورطي، فده طبعا بياخد دواء للسيوله. ايوه. وخصوصا الصمامات الميتاليك، يعني اللي هي معدنيه. أيوة. فدي لابد ان احنا هناخد مدى الحياه، هناخد هذه الادويه المسيله. طيب انا النهارده ازاي وعشان امنع التجلط عليها، يبقى ازاي انا هبتدي اخد هذا العلاج او هذا الدواء وانا صايم 14؟ يعني اذا عمليه الصيام نفسها احنا لا اعتراض عليها، ولكن اذا كانت هتضر وهتعمل مشكله كبيره عندي، ودي مشكله حلها بيبقى صعب جدا، فبالتالي احنا هنا بنقول لا، السنه ديت مفيش صيام. وانا دايما اقول حتى للناس في العياده وفي كل الناس اللي هم بنتابعهم، لا مفيش صيام احسن في السنه اللي احنا كده. دي واحد. دي قاعده. نيجي للمجموعه الثانيه اللي هي مجموعه اللي عندهم ضغط مرتفع بس، ما عندهمش اي حاجه غير ارتفاع في ضغط الدم. مفيش لا سكر ولا في امراض؟ لا، مفيش لا سكر ولا في اي نوع من انواع القصور في ضيق في الشرايين التاجيه، ولا راجل عنده ضغط مرتفع. تمام. هنا في نوعين اتنين مهمين جدا من المرضى.
مرضى ناس كبار في السن يعني فوق 60 سنة فوق 65 سنة وناس أقل من كده. في الناس اللي أقل من كده أو عموما إحنا بنقول يعني أدوية الضغط لابد إن هي تتظبط بطريقة معينة ويراعى فيها مراجعة الطبيب وأهمها مدرات البول. تمام. مش معقول إن أنا راجل حصوم 14 ساعة برضو أو 15 ساعة ومش هاخد أدوية وأخد مدر للبول عشان ما حصلش اختزال كمان السوائل. فطبعا اللي هيحصل إنه حاجي على نهاية الفترة قبل الفطار بشوية بثلاث ساعات بأربع ساعات أو ساعتين وهبتدي صداع جامد أو أبتدي أدوخ أو فطبعا دي لابد إن إحنا نراعيها وإحنا بندي الدواء أو الحاجات دي. ده بالنسبة التانية لارتفاع الضغط. ساعات الناس في رمضان عندهم عادة بيحبوا قوي حكاية إن هم يشربوا عرق سوس. يا أستاذ مصطفى كنت أسأل حاجة خطيرة يعني. العرق السوس فيه مشكلة. العرق السوس ممتاز ممتاز للهضم ممتاز في كل حاجة ولكن أيوة. للناس اللي عندهم ضغط بنقول إن هذا النوع من المشروب بيعمل تخزين المية داخل يعني الجسم يعني في خطورة طبعا خطير جدا فبالتالي بيرفع الضغط فطبعا احنا هنا وبيورم كمان يعني في بعض الأحيان الناس بتورم بتتورم منه لان بيحوش خروج المية ودي طبعا مش كويسة على الناس اللي عندهم ضغط خصوصا اذا كان موضوع الضغط ايه في مشاكل في الكلى. تمام. في مجموعة تانية من الضغط من ناس عندهم ضغط وبيبقى السبب الضغط انه تأثرت الكلى وظائف الكلى تأثرت والبولينة والكرياتينين عليت يعني ابتدت تعلى. في هذا الوضع حكاية الصيام لابد ان احنا نراجعها مع الدكتور لان ممكن قوي انا امنعه برضو من الصيام. طب كويس. هو ليه هنمنعه من الصيام لان انا النهاردة برضو هقعد فترة طويلة جدا بدون سوائل. السوائل اللي بتلف في الجسم بتلف وتعدي على الكلى. الكلى بترشح هذه السوائل وتخرج او بترشح الدم يعني بمعنى اصح وتخرج اللي مش عايزاه وبتبقي الحاجات اللي موجوده. طب الكلى مش شغاله لمده 14 ساعه او 15 ساعه وبالتالي احنا النهارده هو اساسا عنده ضعف في وظائف الكلى فهيحصل خلل في ادائها تزداد كمان. تزداد هذه المضاعفات. دي عمليه طبعا في منتهى الخطورة. أنا مش معقول عشان أنا بأدي فريضة مهمة جدا. الفريضة مهمة جدا جدا لأنها في الأصحاء دي لها فوائد جامة ويمكن إن شاء الله نعملها محاضرة تانية يعني قصدي حلقة تانية نتكلم فيها يعني فوائد رمضان. ليه ربنا سبحانه وتعالى فرض هذا النوع من العبادة مهم جدا لانه بيفيد جدا فعلا. بس ده موضوع تاني للاصحاء. انا بتكلم على ناس مرضى مهمين جدا. الكلام اللي انا بقوله ده مهم. طيب هل الراجل ده مهم يشرب سوائل؟ طبعا لو كان هيصوم ودي طبعا بتبقى ضد بعض موافقه الدكتور او ده على حسب تحليل محدد في ارقام معينه بنسمح ان ده ممكن يصوم فيها. في ارقام تانية في البولين والكرياتينين صعب جدا ان احنا لان هيخرج من شهر رمضان شبه يعني الكلى تعبانه وبالتالي هتبقى مشكله عشان انا ارجعها تاني لان هي في الكلى لما بتبقى تعبانه يا جماعه نتيجه ارتفاع ضغط الدم بتاثر على خلايا والناس ممكن ما تعرفش الحته دي ان الكلى ممكن تشتغل بربع كفاءه ربع خلايا الكلى تشتغل وما فيش اي مشكله عندها لا فبيبقى على الحركرك يعني على على فعلى حد يعني الادنى في الحاله ده هي اي تفريط او اي اختلاف او اي خطا هيحصل زي ما باجي عيان بعمل له قسطره وبعدين قبل ما بيخش القسطره احنا طبعا بنعمل القسطره بصبغه الصبغه ديت بتمشي في الكلى فقبل ما بنعمل قسطره لازم نعمل وظائف كلى لازم نعمل وظائف كلى. طب افرض وظائف كلى في رينج اقدر اسمح بيه ان انا ادي نوع معين من لكن اقل من كده ما اقدرش انما اكتر من كده ما اقدرش وباجل العيان الى ان تتحسن لان انا النهارده مش عايز اخش اعمله قسطره ويطلع وعنده فشل كلوي ده صعب جدا. تمام. اذا موضوع الضغط ومعظم الناس اللي عندهم ضغط نسبه كبيره منهم الكلى بتبقى عندهم تعبانه شويه. طيب احنا نعمل ايه؟ نعمل ايه اللي بتاع الضغط؟ نقولنا خلاص
ان احنا هنوافق هنعمل له الكلى مسامحه وانا هظبط موضوع الـ الـ الادويه وهشيل الحاجات اللي بتزود مدرات البول انما برضو لازم اقول له انه لا بلاش الحاجات الدسمه واحنا رمضان مش عايز اقول لكم في مشاكل في رمضان جامده جدا بالنسبه للاكل وكميه اللحوم وكميه الدهون وكميه الحاجه المقليه في الزيت وكميه لا دي تقل بقى يعني يتقل عشان ما عملش لود على الجسم واحنا في حالة بنقول يا رب احنا هناخد حاجات يعني يبقى الاكثار من الفواكه السلطات الحاجات ده هي السلطات الفواكه الجبن الزبادي الحاجات العادية حتى اللي ما عندوش سكر العسل الزبادي اللبن الجبنة القريج الجبنة يعني حاجات اولا رخيصة مش هنقول ان هي انا بكلم الانسان العادي يعني حتى طيب دلوقتي احنا وصلنا لمرحلة بتوع القلب خدنا منهم معظم الناس وقلنا امتى همنع وامتى مش همنع وامتى هقول له يصوم وامتى هقول له مش هيصوم لما يجي بقى واحد عنده امراض قلب وعنده سكر هم دول نسبه قليله لا مش نسبه قليله ده 50 60 70% من مرضى القلب عندهم سكر طيب السكر هنا بقى بيعمل لي مشكله ثانيه غير مشكله القلب اولا السكر طب اللي بياخدوا انسولين ينفع يصوموا ما ينفعش تمام ما ينفعش يصوم تمام انت بتاخد انسولين قبل الاكل 3 مرات او قبل الاكل مره الصبح ومره طويل المفعول طب انا النهارده لما اجي اخد انسولين وليكن من بتوع الانواع بتاعه طاوله المفعول هي ميكس تارد والنوفو ميكس وهكذا والحاجات دي كلها والناس طبعا عارفه الكلام اللي انا بقوله ده كويس بتوع السكر طب هاخد الوحدات اللي انا باخدها وبعدين ده بيشتغل 18 ساعه وهيكفيني يعني هيشتغل 18 ساعه طب هو انا ضامن ان انا كلت الكميه الكافيه اللي مش هيأثر بيها الانسولين ويعمل لي مثلا غيبوبه سكر منخفض طب انا عايز اقول حاجه مهمه قوي خلي بالكم بتوع السكر مهم جدا غيبوبه السكر نوعين اتنين يا اما سكر مرتفع يا اما سكر منخفض ايه اخطرهم السكر المنخفض المنخفض يؤدي الى الموت غيبوبه ثم يؤدي الى الموت حقنه الانسولين وما اكلش كويس ودخل نام والناس نسيته وبالذات الناس اللي فوق السن اللي هم 65 سنه و70 سنه وما بناخدش بالنا اهم نايمين واحنا قاعدين بنتفرج على المسلسلات وبعدين في الاخر طبعا الراجل تيجي تصحيه ما يقومش يبقى اذا اما النوع اللي هو سكره بيبقى عالي ده ممكن بسهل ان هو يتعالج ونرجعه تاني ونخفض نعم. إلا في حالات يعني دقيقة وصعبة يعني إنما على الأقل دي نقطة مهمة لازم تتعرف طيب أدي أنا الراجل بتاع اللي بياخد إنسولين أعمل معي لا مش هيصوم طب الراجل بتاع السكر المتوسط اللي هو بياخد إقراص ممكن ممكن وهعمل له تجربة في الثلاث أربع أيام في واحد يجي لا أنا هقدر أصوم يا دكتور أنا هقدر أصوم هقول له هتتعب يقول لا أنا هقدر أصوم إحنا طبعا يقوم يصوم اليوم الاول وبعدين يجي لي في اليوم الثاني ويكلمني يقول الحمد لله انا عدى اليوم الاول كويس خلاص بقت جامد قوي ويعدي اليوم الاولاني طيب. والثاني والثالث والرابع والخامس ويقع طيب ليه ايه اللي حصل اللي حصل ان احنا كلنا عندنا ريزيرف عندنا مخزون موجود المخزون ده ممكن يستحملك يوم 2 3 4 بعد كده لا مش هيلاقي حاجه فبالتالي هتلاقي هبوط جامد جدا في السكر وهيقع العيان وخصوصا اذا كان انا برجع اقول بالذات الناس اللي هم كبار في السن زي ما حكيت الكورونا اليومين دول الكورونا اليومين دول نسبه الاصابه ونسبه الـ يعني الوفاه عاليه جدا في الناس اللي فوق 65 سنه ده صحيح ما هي معروفه منعه قليله لماذا؟ ليه؟ لانهم اقل اكل اقل نوم اقل مناعه كل دي فبتبقى الميكروب يجد مش يعني لغايه دلوقتي وحتى الان لم نجد في الصحف العلميه او المجلات العلميه اصابات في الاطفال 17 سنه ده من نعمه ربنا يعني ده نعمه من عند ربنا يبقى اذا ليه عشان المناعه وعشان الاكل وعشان 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 لان احنا طبعا بنقول ان بعد سن معين مش عايزين بس ان
نزودها في الناس الكبار ونتعبهم يعني او انما ننزلهم على راسنا من فوق واحنا منهم طبعا. اللي طبعا الخلايا يعني بتشتغل يعني بقالها 60 70 سنه بتشتغل فيعني اي خطا بيحصل الحكايه دي. تمام دكتور عبد الله، يعني هو في قاعده فقهيه في عندنا بتقول ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. تمام، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه قال ايه بقى، يعني ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يعني ربنا ادانا ومنحنا رخص كتير قوي خصوصا في الصيام، ما جيش المريض بقى يدخلك يا دكتور لو سمحت انا مش هعرف ما صومش انا هصوم. طيب حضرتك قلت دلوقتي ان يبقى في مخزون داخل الجسم يقعد معاه يوم اتنين تلاتة اربعة وبعد كده يخلص المخزون يرجع الو ده انا تعبان الحقوني. هيك شايف النهاردة أن في دخل أو في سبب أساسي ورئيسي في الثقافة أو النمط الغذائي بتاعنا؟ إحنا النهاردة في رمضان، أنا على فكرة الفطار كمان شوية أنتم مشاهدين طبعا شايفين دلوقتي طبعا الناس بتتفنن بقى في المسبكات والمحمرات والمشمرات والبط والوزن في الكلام ده والطواجن والحاجات دي كلها. شايف أن حاك أن إحنا كمجتمع شرقي مهم قوي أن إحنا نغير هذه الثقافة وهذا النمط الغذائي، وقول لنا بقى ممكن نفطر ازاي ونسحر ازاي؟ اتفضل. بص احنا بقى لنا فتره طويله سنين اتعودنا بنتكلم في موضوع يا جماعه خلي بالكم، حضرتك قلت الكلام ده في نقاط كتير وما حدش بيسمع الكلام، انما هو في الاخر احنا بنفاجئ. احنا بنقول قبل الفطار عشان يعني احنا بنفاجئ ان احنا ناس كرمه وبنحب الاكل. فلا طبعا انا بقول انه دايما حتى العيان اللي بيجي لي وبيجي له جلطه في القلب فلما بيجي لي وعالجه وركب له دعامه او اعمل له حاجه فبقول له بص اللي فاتكم واللي جاي حياه مختلفه تماما عن اللي فاتت قبل كده، سواء كان في طريقه عملك، سواء كان في العلاج اللي بتاخده، أيوة. سواء كان في طريقة التغذية بتاعتك، جميع الحاجات، سواء كمان في طريقة تعامله مع الأزمات والسترس اللي بيقع فيه، يعني بيختلف تماما الوضع. تمام، فأنا بقول إيه، طب إحنا لا نمنع الأكل من الأولاد الصغيرين والشباب لا شك، إنما يعني برضو مش لكل سن في يعني حاجة معينة. أيوة. يعني أنا كنت بطلع الأول السلم خمس ست ايوه صحيح وبعدين بعد كده فبعد كده بطلع اتنين وبعد كده يعني بطلع على مهلي يعني اذا السنه له دور صحيح. ما هو نفس الحكايه الجهاز الهضمي الامتصاص نسبه الكوليسترول في الدم هل دي مهمه؟ مهمه لانها ليها دور كبير جدا في التجلطات، ليها دور كبير جدا في بالذات في الاستروكس اللي هي بتحصل في الدواء في المخ يعني جلطات بتحصل مخ كتير جدا في ناس ما بتبقاش داريه وبنبص فعلا نلاقي يكون هم خدوا وجبه دسمه جدا، في ناس بتتعشى الساعه 3 الفجر كميات كبيره جدا من الدهون واللحوم. تمام، ونفاجئ ان هم جالهم جلطه في المخ نتيجه ارتفاع مفاجئ في الضغط وكان عنده طبعا خلفيه لزياده الكوليسترول. احنا بنقول العادات لابد ان تتغير خصوصا للمرضى. تمام، انا ما بقولش ان احنا طبعا بقالنا كتير قوي بنتكلم ما حدش بيسمع كلام قوي للعاديين انما انا بتكلم بقى عشان ايه؟ احنا النهارده زي ما قلنا كده البرامج بتاعتنا ايه؟ برامج توعيه وتصحيح. ده صحيح صحيح، احنا عايزين نفهم الوضع إيه؟ زي ما اجي اقول لك ايه الدكتور قال لي اشرب ميه كتير، لا ما فيش حاجه اسمها اشرب ميه كتير، الدكتور قصده بشرب الميه انك تشرب الاتنين لتر ولا التلاته لتر دول موزعين على مدى 24 ساعة مش مرة واحدة، لأن النهاردة أنت لما تشرب نص لتر وبعد ساعتين تشرب نص لتر وبعد ساعتين تشرب نص لتر وكل ده يروح للكلى، الكلى مش هتقدر تتعامل مع الكميات الكبيرة دي مرة واحدة، هتقف مش هتشتغل صحيح وبالتالي يحصل تورم في الجسم للزيادة. لا احنا بنقول يا جماعة لما يجي الدكتور، معلش يمكن بعض الأطباء وزمايلنا وكده وناس ممتازين وأساتذة كبار، معلش المعلومة يجب أن تكون معلومة صحيحة وتقدم بشكل مناسب، يعني التقديم بتاعها. أنا النهاردة بقول لك اشرب مية كتير عشان أو مية كويسة أو بكمية 2-3 لتر عشان أنت عندك كلى تعبانة سنة يبقى أو عندك أنت السكر أو عندك لازم تشرب مية كويسة على حسب الحالة، يعني يبقى لازم تشربها بس بالتدريج على مدى 24 ساعة كلهم عشان ناخد كميات صغيرة
ودي طبعا حاجة معروفة تمام. جدا. دكتور عبد الله، احنا مجتمع شرقي وعندي مثلث كده، انا عملته ضغط الدم في ضلع وضلع الاخر كوليسترول، القاعدة السكر مثلا، لو ضفت عليهم بقى نسبة التدخين، ودي هنركز عليها قوي في حلقتنا النهارده، التدخين، ناس مستنيه الفطار يجي علشان هيشرب ميه ويدخن على طول، دي كارثه. موضوع نسبه الكوليسترول، العامل الوراثي، ثقافه الغذاء زي ما حضرتك قلت من شويه، شايف المثلث ازاي؟ الضغط، كوليسترول، السكر. طبعا هو من نعمه ربنا وجود الصيام في شهر رمضان. حلو. هو ده الشهر اللي احنا عايزينه. ده صحيح. عشان زي ما يقول ايه يعني بينظف بيعمل صيانه للجسم كلها. يعني ايه؟ يعني اللي بياخد 10 سجاير في اليوم هيبقوا 5 المفروض، يا ريت يبطلوا ده المفروض خالص. يعني اللي بياخد 5 لا يبطل خالص، اللي بياخد 20 يبقى كذا. طبعا فرصه جيده جدا للناس اللي بيدخنوا والناس اللي عندهم كوليسترول عالي، الحمد لله. يا ريت يا دكتور عبد الله نركز على موضوع التدخين ده رجاء. ولسه ما جالهمش، يعني قولهم قد ايه خطر، يعني حاجه في القلب. ان دي فرصه، جاء رمضان فرصه لا شك في ذلك، ان انا النهارده اجي اقول لا والله انا بقى ان شاء الله السنه دي اهم حاجه عندي ان انا اوقف التدخين. لما اجي اكل لا والنبي انا مش هاكل بقى مقلي في زيت كتير زي زمان. والمقلي في زيت ده في منتهى الخطوره. يعني في منتهى الخطوره، اللي هو البطاطس المحمره بقى كل حاجه محمره بمنتهى الخطوره، كل الحاجات المقلي في زيت لابد ان نراعيها خصوصا في يعني الناس الكبار. طب واحد بيسمعني بيقول لك ناكل ايه؟ مش هاكل بقى حاجه مقليه في الزيت. اكل ايه؟ يعني هو الفراخ لما تبقى مسلوقه وتتشوي فيها مشكله؟ لا لما لحمة تشوي فيها مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. وانا بقول لك امنع لما البطاطس يبقى مثلا، وبطاطس البوري فيها مشكلة؟ صحيح. في دلوقتي نظام، بس الناس الغنيه يعني اللي هم الناس اللي بتتعمل من اللي بتتعمل من غير زيت، ما هو بنعمل الناس كلها بتاكل الخضار اللي بتعمل من غير زيت، الخضار اللي العلب او الحلل اللي طالعه جديده اليومين دول، او الاواني يعني اللي طالعه جديده اليومين دول، واللي بتعمل الخضار مسلوق لا في طبعا 20 طريقه لو انا عايز. حكايه ان انا لازم اكل ولازم اخد وراها بسبوسه وكنافه وحلويات، لا ما ينفعش بسبوسه بالقشطه وكنافه بالمانجا والحاجات دي، ما ينفعش الكلام ده. في ناس بتهتم يعني انا 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 ارتب نفسي حتى في رمضان، ارتب نفسي. يعني انا يعني ازاي اخد كل ده مع بعضه ازاي؟ ما دي طبعا حتى عمليات الهضم نفسها هتتم بصعوبه، وحتى من وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ثلث لطعامي وثلث يعني لشرابي وثلث للنفس، يعني جزء، وبعد ما اكل الجزء اقوم اصلي، وبعدين ارجع، وبعدين خلي الحلويات على الساعه 10. انا لسه بسالك السؤال ده، يعني دلوقتي المغرب بيأذن، ايوه اشرب مثلا وبعد كده اكل التمر واصلي، صح كده؟ ايوه يعني دي نداء يا جماعه، دكتور عبد الله بيقول يا ريت والله. بس ما فيش حد بيعمل، يا ريت المغرب هيأذن ابتدي افطر اللي هو التمر مثلا واللبن او واصلي خمس دقائق سبع دقائق وبعد كده ابتدي افطر. برضو احنا عايزين مره نبقى نتكلم على الاصحاء العاديين يعملوا ايه في رمضان، دي قصه ثانيه. احنا كل كلامنا النهارده متركز في المرضى بتوع القلب، وبالذات اللي عندهم قلب وسكر، دول مهمين جدا عشان دي مجموعه كبيره من الناس. انتوا عارفين ان فوق 60 سنه اكتر من 60-70% من الناس فوق 60 سنه نسبه كبيره مرضى بالقلب والسكر. فدول مجموعه كبيره ولسه بتشتغل وبتنتج ومحتاجينهم مستشارين. صحيح. فدول لازم نحافظ عليهم. تمام. بالنسبه لثقافه تناول العلاج بقى، انا النهارده باخد علاج للضغط وباخد علاج للسكر وربنا يشفي مرضانا وبرضه المسلمين، وباخد كمان علاج للكلى، وعندي كمان احيانا برضه عسر هضم، وعندي مشكله في الكبد، وانا اساسا شغلي بقعد تحت ستريس وضغط عصبي، وباخد كميه علاج كتير قوي، المفروض باخد مثلا قرصين الصبح وقرصين قبل الغداء وقرصين بالليل ومش عارف ايه، فهل في رمضان ينفع اخد دول مع بعض كده طبعا ولا ازاي؟ دي نقطه مهمه جدا جدا، لان انا بشوف ناس بياخدوا مثلا 20 قرص في اليوم اللي مقرر لهم الدكتور. طبعا، ودي حتى احنا بنتسال، يعني حتى لما اجي اكتب روجيتا فهو قبل رمضان بيجي يقول لي انا عايز اعرف بقى اعمل ايه في رمضان، فانا بروح حاطط له حته على جنب كده على الهامش زي زمان كنا نكتب على الهامش. أيه. فبقول له في رمضان لا دي هتبقى قبل الفطار، دي بعد الفطار، لابد الدكتور نلتزم بيه، لابد الدكتور هو اللي يقول لك ازاي تاخد الدواء عشان ما يحصلش تضارب مع الادويه مع بعضها، وعشان في حاجات بنشيلها بنقول لا ما يتاخدش ده في رمضان، ده يتاخد، المستحسن ده يتاخد، ده يتشال، ده مهم جدا هذا الكلام للمريض
اللي ربنا يشفيه اللي عنده القلب وعنده سكر وعنده ضغط وارتفاع في نسبة الكوليسترول والكلام ده كله. لابد أن الحقيقة أنا بقول ودي نقطة مهمة جدا استشارة الطبيب مهمة جدا 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 لأنه هو أنا بعتبر أنت لعيب وهو المدرب بتاعك صحيح وبيقول لك الخطة اللي المفروض أن تمشي بيها عشان تنجح. مشيت بيها عشان صحيح. تنجح صحيح ده اللي أنا عايز أوصل. شهر رمضان بالنسبة لنا شهر في السنة يعتبر هو شهر الصيانة. لو عندك عربية محتاج تعملها صيانة دورية فإحنا بقول شهر رمضان دوت عشان ربنا جعله عشان صيانة للجسم صيانة نفسية روحية يعني في العبادة وصيانة أيضا لأعضاء الجسم. لما الجسم بيمتنع عن الطعام والشراب لهذا العدد الكبير من الساعات وبعدين أنا كمريض ضغط وسكر مستبصر بحالتي ففاهم أنا حالتي عاملة إزاي إمتى بتعب إمتى باخد العلاج شايف ان حك شكل تناول العلاج بيستوجب ان اجيلك اجل الحك دكتور يعني كل قد ايه عشان اعمل متابعه مظبوطه. انا باخد النهارده علاج للضغط وعلاج مثلا للكلى شايف حضرتك اجي كل قد ايه اعمل متابعه ازاي يعني هو دي يعني لا احنا دلوقتي احنا شهر رمضان هي بنعمل احنا في الناس اللي هم بسميهم كريتيكال كيسز يعني الناس اللي هم منطقه حرجه في اول رمضان بقول لهم قبل العياده بقول لهم قبل رمضان خلي بالكم احنا هنمشي بالطريقه الفلانيه وان شاء الله بعد 10 ايام من رمضان هتيجوا هنتابع مع بعض. تمام. انا بتكلم على موضوع تمام. رمضان تمام. اما الموضوعات الاخرى ان انا اجي انا عاده بنشوف العيانين العيان ممكن في عيانين بيتعرضوا كل شهرين تمام. في عيانين محتاجين 3 اشهر في عيانين ما يشافوش الا بعد 6 اشهر تمام. يعني دي بتختلف على حسب طيب. نوع المرض و ايضا الدكتور ايه الحقيقه اللي هو حاططها. تمام دكتور عبد الله يعني خليني يعني طبعا وقتنا مش كفايه وخلي حك تعد المشاهد دلوقتي هيبقى في حلقه هنخصصها كده وليكن بعد حلقتين من اللي جاي ان شاء الله ان هنفتح باب الاتصالات علشان نستوعب اسئله الناس واستفساراتهم في نهايه حلقه النهارده. اتقدم بخالص الشكر وتقدير والامتنان لشخص حضرتك الكريم دكتور عبد الله بشكر حضرتك متشكرين جدا جدا ونتمنى بقى الناس تروح تفطر وكل سنه وانتم طيبين. شكرا مشاهدينا بقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.